يعطيكم العافية، معكم أستاذ أحمد عرقات. نحكي عن مفهوم استقرار النواة. الأنوية زي ما نعرف مكونة من مكونين رئيسيين، وهو البروتون والنيترون. النيترون متعادل كهربائيا، والبروتون موجب الشحنة. النيترون ما بشكل لي مشاكل كبيرة، لأنه النيترون متعادل، لا يوجد قوة كهربائية بين النيترون والنيترون. بس البروتون بيعمل لي مشاكل داخل النواة، لأنه البروتون موجب الشحنة. فوجود بروتون موجب، وبروتون موجب يؤدي إلى قوة تنافر، لأنه كلاهما موجب قوة كهربائية، تنافر كهربائي. فالبروتونات الآن داخل النواة يحدث بينها قوة اسمها قوة التنافر، فكان لابد من وجود قوة داخل النواة تتغلب على قوة التنافر الكهربائية حتى تحافظ على استقرار النواة. وهي القوة اسمها القوة النووية، والقوة النووية هي راح تحافظ على استقرار النواة. هل القوة النووية هي قوة تربط مكونات النواة اللي هو البروتونات والنيوترونات، اللي اسمها حكينا النيوكليونات، فهي قوة بتربط هاي المكونات. هلا ميزة هذه القوة انه هاي القوة بتكون مداها قصير، وهي قوة طبعا ترابط، ما اكيد هي بتربط مكونات النواة مع بعضها البعض، فهي قوة ترابط مداها قصير. مفهوم مداها قصير رح ندرسه مع بعض هون. ففي ميزات بتميز القوة النووية يا جماعة. هاي القوة النووية اللي بتربط المكونات لها مجموعة من ميزات، خلينا نشوفها أنا وياكم مع بعض. الميزة الأولى أنا حاطها إنه مداها قصير. شو مفهوم مداها قصير؟ يا جماعة النواة أبعادها صغيرة جدا. أنت بتعرف إنه النواة أحجامها وأبعادها صغيرة جدا، فهي بتشتغل لما تكون المسافات قليلة جدا. خلينا بس أورجيك شغلة. كل ما كانت المسافات بين النيوكليونات اللي هي مكونات النواة كانت قليلة، أجد القوة النووية شو بتقول لك؟ أنا قيمتي بتزيد كثير. فالقوة النووية بتشتغل على المدى القصير، يعني بتشتغل على بتشتغل على المسافات القليلة. فأنت كل ما كانت المسافات بين النيوكليونات هي سهم لتحت، قصدي فيه إنه قليلة، كانت القوة النووية كمقدار كانت كبيرة. فالقوة النووية شغلها الصح بكون لما يكون المدى قصير، لما يكون المسافة قليلة. وهلأ بعد شوي راح كمان أنا وياك نركز على هاي النقطة. الشغل الثاني إنه لا تعتمد على نوع النيوكليونات. شو يعني؟ يعني القوة النووية يا عمي تربط لك كل أنواع النيوكليونات، يعني تربط البروتون مع البروتون، هاي رابطة بينهم اسمها قوة ترابط نووية أو قوة نووية. تربط النيترون مع النيترون، حتى تربط البروتون مع النيترون. طيب تمام، إذا تربط كل المكونات، يعني أسألك شو القوة بين البروتون والنيترون؟ بتقول والله أساس قوة نووية. هاي بكتب جنبها قاف نووية. شو القوة بين النيترون والنيترون؟ بتقول لي كمان قوة نووية. شو القوة بين البروتون والبروتون؟ بتقول لي قوة نووية. وهون بين البروتون بروتون بتضيف لي انه في كمان قوة كهربائية. انا ما جبت سيرتها هون، لأن البروتون موجب والنيترون متعادل، فما في بينهم قوة كهربائية، بينهم بس قوة نووية. النيترون والنيترون، النيترونين متعادلين، شحناتهم صفر، إذا ما فيش غير قوة نووية. بس البروتون مع البروتون في قوتين، وقف شوي. كون كلاهما موجبين، فبينهم قوة نووية تربطهم مع بعض، وبينهم قوة كهربائية بتبعدهم عن بعض. طب كيف أستاذ تربطهم بينهم؟ هو بالأنوية المستقرة، كنت تحكي عن نواة مستقرة ورايقة وقاعدة فيش فيها ولا مشكلة، بتكون قوتك النووية أكبر من قوتك الكهربائية. فالقوة النووية تتغلب على القوة الكهربائية، وهذا بقودنا لنقطة رقم 3. مفروض إنه مقدارها يكون نسبياً شو ماله؟ كبير. ليش؟ لحتى تقدر القوة النووية تكون أكبر من القوة الكهربائية عند ربط بروتونين مع بعض، وتخلي النواة في حالة استقرار. إذا يا جماعة ثلاث مميزات للقوة النووية: مداها قصير، مقدارها كبير، ولا تعتمد على نوع النيوكليونات. الآن خليني أذكرك بهذا الكلام هون، حاط زي تنبيه صغير بيخليك تحط تفسير للأنوية الغير مستقرة والمستقرة. احنا قلنا راح نحكم على استقرار النواة باستخدام القوة النووية، فكل ما قوتك النووية زادت بتحكي لي النواة شو مالها؟ مستقرة أو أكثر استقرارا. وكل ما حكيت لك إنه قوتك النووية قلت بتقول النواة أقل استقرارا. اللي بحكمك الحجم. كيف؟ في أنوية بتكون أحجامها نسبيا كبيرة، الحجم بكون كبير، فالمسافات بين مكوناتها بتكون كبيرة. وانت بتعرف كل ما زادت المسافة أنا تضررت، لأن قوة النووية شو بصير فيها؟ بتقل. العلاقة بين القوة النووية والمسافة علاقة عكسية. ركز معي، حجمك زاد للنواة، إذا مسافتنا زادت، إذا قوتنا الكهربائية بتزيد، قوتنا النووية بتقل، فبتكون نواة غير مستقرة. إذا الحجم تبع النواة قل، معناته المسافة تبع مكوناتها بتكون قليلة، أو النيوكليونات المسافة بينهم بتكون قليلة، وهذا يعني القوة الكهربائية بتقل، مين بيزيد؟ القوة النووية، فبتكون مستقرة. هذا عبارة عن جواب سؤال تعليلي، لما يقول لك فسر ليش النواة هاي غير مستقرة. هلا رح نشوف
غير مستقرة. بتذكر الأستاذ قال لي إذا كان غير مستقرة العاد حجم كبير، مسافة بين النيوكلينات كبيرة، فخوتين كهربائية بتزيد، النووية بتقل، فبتكون غير مستقرة. علم ليش هني والفلانية هاي مستقرة، بتقول له والله حجمها صغير، مسافة بين مكوناتها صغيرة، فعشان قوتها الكهربائية بتكون قليلة والنووية بتكون عالية. هون في الكتاب عندنا منحنى اسمه منحنى الاستقرار. في هذا المنحنى تم رسم N عدد نيترونات، وتم رسم الزد عدد البروتونات. في عندنا الآن راسم باللون الأزرق هذا شايفه اسمه منحنى الاستقرار. منحنى الاستقرار بتكون فيه N تساوي الزد. بدي أحيطك بمعلومة رياضية إنه الميل تبعه يساوي واحد. كيف يعني؟ يعني إنه قيم الصادات وقيم السينات عند أي نقطة بتكون متساوي. يعني إذا هون عندك 30 هون جوابي 30، عندي 40 هون 40، فبكون قيم السين والصاد متساوي، يعني N والزد متساويين، فالميل تبع المنحنى بيطلع يساوي واحد. ما هو فرق الصادات على السينات؟ قيم الصادات نفس السينات، صاد على سين تساوي واحد. لام، كل نقطة حمراء رسمها في الشكل هاد تمثل نواة. من عناصر الفشل الدوري كل عنصر في له نواة، وأنا مسكت نواة نواة وحطيتها هون حسب عدد بروتونات اللي هو الزد وحسب عدد نيتروناتها. طيب، لما صنفتهم زي هيك لاحظت إنه العناصر في البداية اللي عدد بروتوناتها، أنا هسا تركز المياك على عدد البروتونات الزد اللي عددها الذري أو عدد بروتوناتها أو زدها كان بين 0 وبين 20، كانت أنوية تقع على منحنى الاستقرار. شو يعني؟ يعني هاي الأنوية كان فيها الإن والزد شو مالها؟ متساوي. افهم علي، هذا النوع الأول النوى المستقرة بنسميها أنوية خفيفة. تمام؟ إذا في نوع من الأنوية المستقرة بنسميها أنوية خفيفة بيكون عددها الذري أقل أو يساوي 20، من 20 وتحت. خليني بس أورجيك إياها على المنحنى هاي باللون الأسود، ركز معي. هاي منطقة أو النوع الأول، شايفينها؟ هاي المنطقة اللي بكون فيها الزد 1 2 3 لحد ما أوصل لـ20. هاي المنطقة، هاي المنطقة كانت واقعة على منحنى الاستقرار، يعني كان فيها إنه زد شو مالهم؟ متساويين. هاي الأنوية بتكون في حالة استقرار. علل ليش مستقرة؟ هاي يا أستاذ هسا حكت لي، بتقولي لأنه حجم النواة والله يا أستاذ قليل، فالمسافة بين مكوناتها بتكون قليلة، فالقوة الكهربائية بتكون فيها قليلة، فالقوة النووية بتكون فيها عالية، فعشان بتكون أنوية مستقرة. نيجي للنوع الثاني، برضو النوع الثاني زي ما هاي النواة كانت مستقرة، النوع الثاني كمان أنوية مستقرة. هاي الأنوية المستقرة بتكون الزد تبعها يقع بين 20 و83، يعني بمشي من 20 لحد ما أوصل. أنا هون حاطط مش شايف رقم جوا البوكس، هاد 83، أنا هون حاط على المنحنى 80 وهون 90، فهي هون تقريبا يعني أزود من 80 بشوي. هاي الأنوية اللي هون منطقة هاي اللي هي بتسميها منطقة رقم 2 وهي منطقة رقم 1. منطقة رقم 2 عند أنوية بتكون فيها في حالة استقرار، يعني الأنوية هاي كمان مستقرة، بس الزد تبعها بيكون بقع بين 20 وبين 83. ليش مستقرة؟ الأستاذ قال لي نفس الكلام اللي هون، قال لي والله يا أستاذ إنه حجمها بيكون قليل، مسافتها قليلة، قوتها الكهربائية قليلة، قوة النووية بتكون كبيرة، عشان هيك بتكون أنوية مستقرة. نيجي على آخر نوع من أنواع الأنوية، النواة غير مستقرة اللي هي بنسميها أنوية ثقيلة. إذا الخفيفة والمتوسطة هي أنوية مستقرة، بس الثقيلة غير مستقرة. بكون الزد عددها الذري أكبر أو يساوي 83، من حد 83 يعني نحسب 83 ويطلع لفوق اللي هي الأنوية هاي هيك لفوق 3، هاي الأنوية كلها بتكون أنوية غير مستقرة. ليش أستاذ؟ بسيطة، حجمها بكون كبير، من هون مسافة مكوناتها بتكون كبيرة، فيها القوة الكهربائية بتتعاظم بتكون كبيرة، فالقوة النووية تبعتها بتكون قليلة، فبنسميها أنوية غير مستقرة. اللي بدي اياك تشوفه على المنحنى هذا ان المنحنى الانويه الموجوده فيه يا بتكون على منحنى يعني انها تساوي زدها عدد بروتونات ونيتروناتها المتساويه، يا اما فوق المنحنى. يعني اذا فوق المنحنى شو معناه؟ الميل صار اكبر من واحد، هذول لما اطلع لفوق شو يعني؟ يعني عدد نيترونات عنده شو بصير فيه؟ بيزداد. في حالتين ركز معي، اذا ان تساوي زد مستقره وخفيفه، اذا ان اكبر من زد، ركز ان اكبر من زد، هيهم هدول الثنتين، ان تساوي زد خفيفة ومستقرة. إذا ان أكبر من زد حالتين، يا متوسطة مستقرة اللي هي بين 20 لـ83، يا بتكون أكبر من 83 بتكون غير مستقرة. طبعا درسنا كثير بسيط، فأنا بختار مجموعة من الأسئلة هون وهي الأسئلة النوعية. طبعا أنا تارك جزء من الأسئلة، يا ريت نطلع عليها، يا ريت نشوفها، ضروري نحلها، وإجاباتها كلها موجودة ضمن يعني درسنا، يعني لازم نجاوب عليهم. بس انا متقيد، خلينا نحكي بالاسئله شوي كان فيها شويه شغلات. هذا السؤال ليش ذاكره؟ انا تمتاز القوى النوويه بجمله من الخصائص اذكرها، نقل هاي الخصائص الثلاث. ليش؟ لانه السؤال تكرر كثير بسنوات سابقه. ايش ميزات القوى النوويه؟ حكينا مداها قصير، مقدارها كبير، ولا تعتمد على نوع النيوكلينات، تذكرهم. الان نفسر ما ياتي. تعد عن سؤال الكتاب هذا، تعد نواه الثوريوم 90 234 من النواه الغير مستقره.
بس يسألني مستقر أو غير مستقر، هاي جوابي، هاي تفسير جواب ليش مستقر وغير مستقر. بس عشان أحكم مستقر أو لا، طلعوا يا جماعة ركزوا معي شوي، بتطلع في عيني على السريع على العدد الذري على الزد، بتطلع هون بلاقي عددها الذري 90. أستاذ ما احنا اتفقنا إذا كان الزد أكبر من أو يساوي 83 نعتبرها أنه غير مستقرة، فهي نواة غير مستقرة. بس بدي تفسير علمي ليش إنه هاي النواة غير مستقرة، بقول له والله حجم النواة هاي نسبياً بكون كبير، فبتكون مساحة بين مكوناتها كبيرة، فبتكون قوتها الكهربائية كبيرة، بتكون قوتها النووية صغيرة، واللي بحكم استقرار النواة القوة النووية، فكون قوة النووية قليلة بتكون أنوية غير أو نواة غير مستقرة. أنا ما بكتب له هيك، أنا بكتب له نص، يعني بقول له حجم النواة يكون صغير فتكون المسافة، يعني لا تكتب، أنا هون بحط رموز عشان بس أختصر في شرحنا، بس أنت ما تكتب، تكتب جواب تعليل علمي كامل. هون نلاحظ انحراف نطاق الاستقرار نحو الأعلى، هذا باللون الأحمر اسمه نطاق، باللون الأزرق اسمه منحنى. ركز، نلاحظ انحراف نطاق الاستقرار أبو أحمر، نطاق الاستقرار هذا انحرف نحو الأعلى مع زيادة العدد الذري في منحنى الاستقرار، هذا منحنى الاستقرار، نطاق الاستقرار انحرف نحو الأعلى. ليش؟ فسر ليش الانحراف هذا اللي كان نحو الأعلى. بكل بساطة نلاحظ زيادة في عدد النيترونات، فعدد الـ N النيترونات يصبح أكبر من عدد الـ Z البروتونات، تمام؟ فالميل يصبح أكبر من واحد، لهيك ينحرف نحو الأعلى. أستاذ كيف يعني الميل أكبر من واحد؟ بذكرك أنا قلت لك الميل فرق الصادات على فرق السينات، لما كانوا متساويين لون أزرق على منحنى الاستقرار كان جواب واحد، بس إنك تروح تزيد لي الصادات اللي هو عدد نيترونات، لما الصادات تزيد على السينات الصادات زادت والسينات زي ما هي، فذلك يعني إن الميل أصبح أكبر من واحد. عندنا سؤال هون، أحد عناصر الآتية تعد نواته غير مستقرة، أستاذ قال لي اطلع في هناك على عدد الذري عشان تحكم لي على الاستقرار. مبدئيا احنا بنعمل هيك، بطلع على عدد الذري هون كم، هاي بحط عليهم دوائر، عدد الذري عدد البروتونات 33، 33 هاي أنوية مستقرة، هيها متوسطة، هيها بين 20 وبين كم 80 إلغي، هاي مستقرة. هون 40 نفس الكلام، أنوية متوسطة إلغي، هاي مستقرة أستاذ. هون 79 لساتنا بين 20 و 83 أنوية مستقرة. هون لا 90، وال90 قلنا إذا 83 وقطع لفوق بتكون أنوية غير مستقرة، فهاي النواة هي نواة غير مستقرة، فالجواب ده. الآن هون عدد النيترونات بسألني عن N يا جماعة اللي هو عدد النيترونات في النواة المستقرة تكون، هلا بتحكي عن أنوية مستقرة، يعني أنت بتحكي لي هون أو هون، هو بسألني عن أنوية مستقرة، يعني أنا في حالي هاي أو في حالي هاي لسه ما بعرف، يكون أكبر من عدد البروتونات للنواة الخفيفة. وقف شوي أستاذ، في النواة الخفيفة أنت قلت لي إنه تقع على منحنى الاستقرار، يعني بكون فيها الـN والزد شو مالهم متساويين. ركز معي، ها بكتب لك اليوم هون عشان اللي قاعد يعني مخرط اللي قاعد بحكي، في رقم واحد إن الأنوية الخفيفة بتكون الـN والزد متساويين، في رقم اثنين وثلاث اللي هي الأنوية المتوسطة المستقرة أو الأنوية غير المستقرة بتكون فيها الـN أكبر من الزد، بس هاي هم الحالتين. ركز، النيترونات في النواة المستقرة، طيب أنت بتحكي لي عن أعداد النيترونات، بحكي عن N يا جماعة، عدد نيترونات في النواة المستقرة تكون أكبر من عدد البروتونات. طب دقيقة شوي بس خلينا أركز أنا وياكم، هون أنا حكيت لك إنه الـN تساوي زد اللي هي الأنوية هاي المستقرة الخفيفة، في الأنوية المستقرة الخفيفة بتكون N تساوي زد لأنها واقعة على المنحنى الأزرق بمنحنى الاستقرار. الآن إذا طلعت لفوق سواء في اثنين أو ثلاث بتصير الN أكبر من زد، يعني عدد نيترونات أكبر من عدد البروتونات سواء هون أو هون، هم الحالتين بس، أوكي؟ فإذا بتسألني على عدد نيترونات، عدد نيترونات يا بكون يساوي البروتونات يا بكون أكبر من البروتونات. ركزنا؟ طيب هو بدي أنا أقارن عدد نيترونات، طلع علي هيك هيك بعدد البروتونات. إذا الموضوع إنه النيترونات يكون أقل بدلغي أنا وياك، فمبدئيا بدلغي خيار ب وبدلغي خيار د. إحنا اتفقنا عدد نيترونات يا يساوي بروتونات يا عدد أكبر من البروتونات، أما تقول لي إنه أقل من البروتونات لا، فلغيت دوم أفكر، لغيت ب ولغيت د. هلا طلع عندي خياراتي بين أ و ج، تحير بينهم لأنه هون أكبر وهون أكبر. هلا أنت بتحكي لي هون عن نواة خفيفة وهون بتحكي لي عن نواة متوسطة. دقيقة أستاذ، النواة الخفيفة قلت لي فيها إنه N يساوي زد، يعني لازم يكون هون يساوي مش أكبر، إذا إلغي، إذا الخيار الصح G، متأكد منه؟ عدد النيترونات بيكون أكبر من عدد البروتونات في النواة المتوسطة 100%، في النواة المتوسطة بكون فيها عدد نيترونات أكبر من عدد البروتونات.